مواليد برج الثور، كيف بده يبلش أسبوعك الأول من شهر أكتوبر؟ يعني عم تبلش الأسبوع بطريقة انطلاقية صاروخية، لأنه القمر عندك يا قمر، فأنا بقول لك عندك نهار واحد واثنين من أهم الأيامات لإلك اللي عم يدفعك إلى الأمام. هالقمر عم بحقق لك أمانة، عم بحقق لك رغبات، عم بتكون بالطليعة من الأبراج المتألقة والمحظوظة، وفي تسيير لكافة الأمور. هول اليومين بقول لك تستفيد منهم على كافة الأصعدة. من بعدها القمر وقت اللي بينتقل لبرج الجوزاء 3-4 لحد 5 الشهر، لغاية بعد الظهر 5 بعد الظهر الساعة 3:32 دقيقة نهار 5. هون أنا بقول لك يا مولود برج الثور، في عندك اهتمامات ببعض الأمور، يمكن بدك تسافر، يمكن بدك تحط مصاري للسفر، يمكن بدك تجيب تجهيزات جديدة، أغراض لإلك، اهتمامات بعائلتك، دفعات، فواتير، هول الأمور بتطالك مولود، ولكن بتكتر عليك المصاريف، رح يكون في عندك زيادة على مصاريفك كتير، بس رح يكون في عندك أكيد أموال سوف تحصل عليها من أعمال إضافية، أو البعض يمكن يكون عنده اهتمامات شيء بالصحة، دفع مصاري، استشارات طبية، هول الأمور بتطالكوا مواليد برج الثور، ولكن الأمور ليست سيئة أكيد، بس أنا بقول لك ما تتهور بالمصاريف. من بعد القمر بده ينتقل لبرج السرطان، هون الأمور بتصير أفضل لإلك ابتداء من نهار يعني 5 بعد الظهر 6-7. هون أنا بقول لك بتكون من الأبراج المتألقة، بتحظى ببعض المفاجآت، يمكن يصادفك لقاء مميز، يمكن بهدول اليومين ونص يكون في عندك خبرية ناطرة بانتظارك، ربح مالي، مصالحات على كافة الميادين، وبنفس الوقت رح يكون في عندك أرباح مالية، وعلاقاتك العاطفية بتكون حلوة مولود برج الثور. يعني أنا بقول لك أسبوع حافل ومريح مولود برج الثور. بشوفك على خير الأسبوع المقبل.